قول المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا مقتضى النصوص، فهي ترجمة مأخوذة من فقه النصوص الواردة في هذا الخصوص. ومعنى هذا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فسر بأمرين: الأول أن لا يسأل المخلوق بوجه الله تعالى مطلقا، لأنه لا ينبغي أن يسأل بوجه الله الجنة إلا الجنة، والمخلوق لا يملك الجنة، وهذا الوجه على وجاهته في تقديري وحسب علمي أنه ضعيف، أنه جاء في السنن سنن أبي داود وغيرها أن إنسانا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عن الإسلام، يعني ما حقيقته، وأخبره أنه أن يسلم الشخص وجهه لله عز وجل، أن يستسلم لله جل وعلا حبا وتعظيما وإجلالا وخضوعا رجاء وخوفا ورغبة ورهبة. فأقر السائل على هذا، وهذا أمر عظيم، السؤال عن حقيقة الإسلام سؤال عظيم، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق. والثاني أن لا يسأل الله تعالى بوجهه إلا الجنة، وما هو من جنسها من جليل المطالب وعلي المراتب، كأن تسأل الله تعالى الدرجة العالية في الجنة، أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يجعل السائل رفيقة في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني من أسباب ذلك إني أسأل الله لك، ومن أسباب ذلك إنك أنت تسأل الله عز وجل ذلك.